يوم 7 يناير في سهل حشيش على شاطئ البحر الأحمر، أحمد هيعلن مين ملك أفريقيا. صلاح صاحب التاج في آخر سنتين كسب دوري أبطال أوروبا، وللسنة التانية على التوالي كان هداف أصعب دوري في العالم. وماني زيه، لكن زيادة كمان إنه وصل مع السنغال نهائي أفريقيا. رياض محرز فرصته كبيرة عشان إنجازاته مع النادي والمنتخب في 2019، بطل كل الألقاب المحلية في إنجلترا وزعيم أفريقيا مع الجزائر. لو التتويج بكأس أفريقيا أهم من الإنجاز مع النادي، هنقول إن محرز الأقرب، لكن جائزة أفضل لاعب في أفريقيا في آخر 20 سنة كسبها لاعب واحد بس كان متوج بكأس أفريقيا، باتريك موبوما الكاميروني سنة 2000. صلاح وماني حظوظهم متساوية تقريباً لو بصينا على أدائهم مع ليفربول، لكن وصول السنغال لنهاية أفريقيا ممكن يرجح كفة ماني. مش بس كده، في عنصر تاني مهم بيخلي ماني فرصته كبيرة إن يفوز بالجائزة لأول مرة. لو رجعنا الأصوات جائزة فيفا الأفضل لاعب في العالم اللي خدها ميسي، ورغم إن صلاح كان الرابع في الترتيب الكلي وبعده على طول ماني، إلا إن السنغالي خد أصوات أكتر من مدربين وقادة منتخبات أفريقيا. 8 مدربين و3 كباتن لمنتخبات أفريقيا اختاروا ماني أفضل لاعب في العالم، مقابل مدرب واحد و4 كباتن اختاروا صلاح. المدرب ده كان جمال بالماضي. ومحرز، مفيش مدرب أو كابتن لمنتخب أفريقي اختاروا ضمن أول 3 لاعبين في العالم. مدربين وقادة منتخبات أفريقيا هم اللي هيختاروا أحسن لاعب في القارة. لو اختياراتهم هتبقى زي جايزة فيفا للأفضل، فمن دلوقتي مبروك لساديو ماني. ولو بصينا لعدد الأهداف كمان، هنلاقي ماني سجل أكتر من صلاح ومحرز. في 2019 سجل 34 جول وصنع 14، صلاح سجل 26 جول وصنع 13، ومحرز سجل 15 جول وصنع 20، لحد الجولة 17 من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي. الاتحاد الأفريقي أعلن للمرشحين النهائيين للجائزة. صلاح كسب الجائزة مرتين، ومحرز كان الفايز في 2016. فهل ماني هيكسبها لأول مرة؟